الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قررت دعوة لمسيرة وطنية احتجاجية يوم 4 يونيو في مدينة الدار البيضاء انطلاقا من درب عمر، هو استكمال البرنامج النضالي اللي انطلق بالوقفات الاحتجاجية والمسيرات اللي تم منعها ولكن أصرينا على تنظيمها يوم 19 فبراير، ثم الإضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 18 أبريل اللي كان مصحوب بوقفات احتجاجية أمام العمالات والأقاليم. واليوم احنا أمام مسيرة وطنية احتجاجية احتجاجا على تملص الحكومة من تنفيذ التزاماتها اللي واردة في اتفاق 30 أبريل ومتعلقة أساسا بتحسين الدخل ديال الأجراء، الزيادة العامة في الأجور، مراجعة أشطر الضريبة على الدخل وكذلك الدرجة الجيدة للترقي، بالإضافة لمجموعة كذلك من المقتضيات المتعلقة بالقطاع الخاص مثل تصريح بالأجراء لدى الضمان الاجتماعي لسنساس، مثل يعني التوحيد ديال السميق والسماق، وكذلك المسألة ديال تنفيذ مدونة الشغل واحترام الحريات النقابية وحل مجموعة من النزاعات الاجتماعية المزمنة في مجموعة من المناطق. أبرز مثال بيتاتخي ممكن نعطيه هو ما وقع في مكناس، ومازال لحد الساعة أكثر من 500 عامل وعاملة اللي في الشارع وللأسف النزاع الاجتماعي اللي ما تحلش، بالإضافة طبعا إلى الإشكال ديال عدم تنزيل وتنفيذ الميثاق ديال مأسسة الحوار الاجتماعي اللي كان مفروض أنه مجموعة من الآليات ديال المأسسة. لهذا غادي نحتجوهم يوم 4 يونيو خاصة في السياق ديال الغلاء وديال ارتفاع الأسعار والاستمرار ديال ارتفاع المهول ديال الأسعار. وصلنا في المغرب لنسب ديال التضخم لغير مسبوقة في تاريخ المغرب، وبالتالي الحكومة بالضرورة يجب أن تتخذ إجراءات ماشي فقط غير الأجراء بل كافة المواطنات والمواطنين لحماية قدرتهم الشرائية ولتخفيف هذا الضغط اللي كيشكلوا التضخم على المداخل ديالهم. اليوم كان كمكتب التنفيذي ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كنظموا ندوة صحفية، ندوة صحفية اللي قررناها لإعلان لماذا المسيرة الاحتجاجية اليوم 4 يونيو، واللي هي المسيرة كتأتي في سياق المسلسل أو البرنامج النضالي الذي أقره المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجا على الصمت الحكومي إزاء المطالب ديال الطبقة العاملة والمطالب ديال الحركة النقابية، خصوصا المطالب ديالنا ككونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتراجعات اللي كيعرفها اليوم تتعرفها بلادنا في عدد ديال 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 المجالات، ومن ضمنها المجال ديال الحريات النقابيه، المجال ديال عدم الزياده في الاجر، عدم استجابه الحكومه للمضامين ديال الحوار الاجتماعي. والمسيره ديال المقرره يوم 4 يونيو هي مسيره الطبقه العامله، مسيره للعمال والعاملات، وايضا مسيره الجماهير الشعبيه للاحتجاج على ما وصلت إلى الوضعية الاجتماعية اليوم من احتقال كبير وغير مسبوق. ومن ضمن هذه الفئات اللي ككونفدرالية ديمقراطية الشغل كندافع عليها هي فئة ديال المرأة العاملة. هذه الفئة داخل البنية ديال الشغل في بلادنا اللي كتعرف الهشاشة بشكل كبير، فئة اللي كتعرض للتعسف، كتعرض للتحرش في مجال العمل، تتشتغل بأجور أقل، وكذلك انها كتشتغل لساعات طوال وكتعرف ان حقوقها مهضومه. فئه العاملات في المصانع، فئه العاملات في المعامل، فئه حتى الموظفات والمراه العامله بصفه عامه هي من الفئات اللي اليوم الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل كتشتغل على هذا الملف. وسبق لنا اننا ككونفدراليه كنقابه وحيده في المغرب اننا اشتغلنا على ملف العاملات المنزليات ونظمنا في ندوات للتحسيس ايضا بالخطوره اللي كيتعرضوا لها هاد العاملات وعدم انه تطبيق القانون او عدم تنفيذ القانون فيما يخص هذه الفئه. يعني انه مسيره لجميع الفئات الشعبيه للاحتجاج على ما وصلت اليه الازمه اليوم في بلادنا، وكذلك لتنبيه الحكومه للاستجابه لمطالب الطبقه العامله والعموم المواطنين والمواطنات.